ومن القاهرة ينضم إلينا مراسلنا أحمد مهران. مهران، إثيوبيا بدأت بالفعل في عملية الملء الرابع وأيضا دون اتفاق، ولكن المتغير هذه المرة التطمينات للجانبين المصري والسوداني بعدم الإضرار بمصالحهما المائية. دعنا في صورة الموقف المصري، وإن كان هنالك حتى أي تصريحات جديدة صدرت في هذا الملف. مهران. نعم تسبيح، هناك بالطبع انفتاح مصري على هذا التحول الإيجابي في الموقف الإثيوبي الذي جاء في هذه الرسالة التي يمكن وصفها بأنها رسالة طمأنة من جانب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن عدم إلحاق أضرار بدولتي المصب، وذلك بالتزامن مع بدء الملء الرابع. لكن ما تم الاتفاق عليه قبل يومين بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن إطلاق جولة جديدة من المفاوضات العاجلة للاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون 4 أشهر، هذه الفترة الزمنية من التفاوض تمتد إلى ما بعد انتهاء فترة الملء الرابع التي بدأتها إثيوبيا بالفعل، ومن المقرر أن تنتهي في منتصف سبتمبر المقبل، وهو ما يعطي بحسب مراقبين أفضلية للجانب الإثيوبي في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، على اعتبار أن المفاوضات ستستمر إلى ما بعد انتهاء الملء الرابع، وبالتالي سيصبح الأمر يعني أمرا واقعا، وهو ملء يعني تبلغ يعني قيمته 41 مليار متر مكعب من المياه، وهي كمية كبيرة جدا، من المنتظر أو من المرتقب أن يعني تحجز كمية كبيرة من المياه من مياه النيل التي ستصل إلى مصر والسودان خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبالتالي هذا الوضع ربما يضفي نوعا من التشكيك لدى بعض المراقبين على جدية الموقف الإثيوبي، خاصة أن الأطراف الثلاثة كانت قد انخرطت في جولات سابقة من المفاوضات في واشنطن في 2020 وفي كينشاسا 21، وكانت المفاوضات قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم لولا أن الطرف الإثيوبي امتنع في اللحظات الأخيرة عن التوقيع على اتفاق واشنطن. وبالتالي هناك تشكيك من جانب بعض المراقبين عن بشأن جدية ونوايا الطرف الإثيوبي في هذا التطور الجديد، لكن مصر منفتحة لأن العودة إلى مائدة المفاوضات بالنسبة إلى القاهرة أفضل بالتأكيد من حالة الجمود الراهنة في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة. مصر تطالب بالتوقيع على اتفاق قانوني ملزم، وترى ضرورة يعني أن تنعكس هذه البوادر الطيبة من الجانب الإثيوبي إلى أن تترجم إلى اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، وكذلك يشرك القاهرة في إدارة يوقف الإجراءات الأحادية، وبالطبع تشارك فيه القاهرة في إدارة وتشغيل السد ومراعاة طبعا فترات الجفاف والجفاف الممتد. من القاهرة مراسلنا أحمد مهران، شكرا جزيلا لك أحمد.